أحييكم من جديد ونتوقف مع خبر إعلان إسرائيل بناء 5000 مستوطنة جديدة في القدس الشرقية. قناة البي بي سي تناولت الخبر عبر هذا التقرير وتنديد واشنطن بالقرار الإسرائيلي. تزداد حدة الانتقاد الأمريكي لقرار إسرائيل الاستمرار ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية. نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة من إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة. هذه خطوات استفزازية تشكل ضربة لجهود إحياء عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي يرفض فيه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتقادات الدولية لبناء مستوطنات يهودية جديدة في القدس الشرقية، قائلا إن حكومته ستمضي قدما بها. قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مساكن يهودية جديدة جاء بعد رفع مستوى تمثيل فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة الشهر الماضي. ونقلت وكالة أسوسييتد بريس عن دبلوماسيين غربيين أن 4 دول أوروبية ستدين إسرائيل في الأمم المتحدة، وكانت بريطانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا قد انتقدت إنشاء الحكومة الإسرائيلية مستوطنات يهودية جديدة في المناطق الفلسطينية. تلك الدول إضافة إلى 10 دول أخرى وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوقعها أي إدانة رسمية لقرارات إسرائيل. الإدارة الأمريكية لا ترى أن إسرائيل في الأمم المتحدة ستساعد في إحياء مفاوضات السلام المتوقفة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. يذكر أن الإدارة الأمريكية استخدمت حق النقد ضد مشروع قرار من الأمم المتحدة في شهر فبراير يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لبناء مستوطنات جديدة. قناة فرانس 24 تناولت الخبر وآخر التفاصيل عبر مراسلتها ليلى عودة. وما كنا قد تحدثنا عنه حتى بالأمس القريب هي في مستوطنة جبعت هاماتوس في جنوب القدس، والقريبة أيضا لمستوطنة جيلو ولبلدة بيت صفافة الفلسطينية. المخطط الذي يتم الحديث عنه هو لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة. تقول إسرائيل أنه من حقها البناء في مدينة القدس على اعتبار أن القدس وفقا لإسرائيل هي عاصمة دولة إسرائيل، ولا يحق لأحد أن يحول دون قيامها بتطوير المدينة وبتوفير الشقق السكنية لمن يقطنون بها من الإسرائيليين. لذلك إسرائيل تعي تماما أن مخططات الاستيطانية هي إدارة الظهر للانتقادات الدولية منها الأوروبية ومنها الأمريكية، وتزيد من حالة التوتر تحديدا في العلاقات مع الولايات المتحدة التي انتقدت علانية كما فعلت عدد من الدول الأوروبية المخططات الاستيطانية المتسارعة الأخيرة والتي بلغت ذروتها مؤخرا وباتت تتحدث عن مخططات لبناء الآلاف. كان في القديم قبيل عدة سنوات الحديث عن عشرات الوحدات الاستيطانية ثم المئات، الآن نتحدث عن آلاف الوحدات الاستيطانية سواء في جفعة هاماتوس جنوب القدس أو في رمات شلومو شمالي القدس أو حتى في منطقة إيوان التي أثارت بلبلة وانتقادات واسعة على المستوى الدولي. يكون ردة فعل أو تصرف إسرائيلي متشعب، الأهداف أهمه حمى الانتخابات الإسرائيلية القريبة، وأيضا تريد إسرائيل أن تثبت بعقلية بنيامين نتنياهو عقلية التحدي وعدم الاعتبار لمثل هذه الانتقادات على اعتبار أنه لا يقبل بأن توجه القرارات لإسرائيل وأن تعطي إسرائيل الأوامر من الخارج لتنفذ سياسة المعاندة التي يتبعها نتنياهو كما اتبعها زمان.